يوم الخميس او بتقابله بشكل مستمر، شايف البلد ازاي؟ قال لحضرتك ايه اللي بيتابعه؟ عارف التطورات اللي حاصله ولا لا؟ طبعا عارف، هو عنده تلفزيون زي اي محبوس في مصر، وبيجي له جورنان بيقرا جورنان برضه ويقرا كل حاجه، بيتابع طبعا. شايف ايه الوضع؟ حزين، زعلان، وقال انا ما احبش كده، وانا ادعو، هو قال لي انا يعني، ان هو قال يعني ادعو الناس انها تلتف حول الرئيس مرسي. قال لحضرتك كده؟ ايوه، وانه الناس تبطل عمليات التخريب اللي بتتم دي، ده لا يمكن يكونوا ثوار، دول ناس بلطجيه اللي بيحرقوا ويضربوا ويحدفوا ويقاوموا قوات الامن و الى اخره، فيقوم يحصل مش عارف ايه، يقوم يزعلوا. لا لا لا، الثوار الحقيقيين كله بالوسائل اللي بتتشدق، تقول وسائل السلميه، الوسائل السلميه مفيش مانع تنظم مظاهره حاشده مهوله جدا، انما مش عشان لما بقى تعجز التيارات المختلفه عن حشد الناس وفي مظاهره مهيبه مهوله وتهتف وتقول وتعبر عن رايها، واخد بال ستك، يبقى البديل يطلع لنا ناس يحدفوا بالطوب وملوتوف وبتاع ويضربوا العساكر ويضربوا الضباط ويضربوا البتاع، والاخلال بالامن بهذا الشكل، مش واخد بال ستك.